بتشتغل كم ساعة في اليوم؟ حاليا بشتغل 8 ساعات في اليوم، 5 6 ساعات في اليوم، في بتبقى 4 ساعات، في بتبقى 12 ساعة، في 16 ساعة، أكتر من 12 ساعة في اليوم، 8 فيهم ساعة ريست. بشتغل 10 8 ساعات أو 9 ساعات. أنا بشتغل 10 ساعات. شايف إن دي عدد ساعات مناسبة لتحقيق الهدف بتاعك؟ ان شاء الله، ان هو شغلي خاص، فلو عايز ازود عدد ساعات شغلي هزودها. والله انا بالنسبه لي انا تمام، انا راضي ومكتفي باللي انا فيه. لا، حاسه مش كفايه خالص، عايز اشتغل اكتر من 16. انا شايف ان الطبيعي، معدل الطبيعي شغل حوالي 8 ساعات في اليوم، ده مناسب لاي حد يعني، عشان يشوف حياته الشخصيه بعد كده. اوقات بيبقى كافي واوقات لا. يمكن ممكن مثلا لسنه او لسنتين، ولكن مش لفتره طويله. لا، مش كفايه. المفروض ان احنا عندنا وقت تاني كبير قصاده، المفروض نستغله في نقط تانيه صح ونقط ايجابيه. قريت بوست صلاح ابو المجد نصايح العشرينات؟ ايوه قريته طبعا. لو بيقول تقريبا الناس تشتغل 24 ساعه وكلام كده، لا انا شايف ان ده كلام غلط. لا، كانت النصايح وقتها ممتازه جدا بصراحه وبتطلع طاقه. راجل عظيم، صح فعلا، وبيتكلم عن خطوات صح. قريته. ايه اكتر حاجه موافق عليها قالها واكتر حاجه ضدها؟ هو صراحه مش ضد اي كلمه وقالها، كل كلامه الصراحه اكيد هو نابع عن خبرته اللي هو عنده اكتر من 30 سنه. حته ما تعتمدش على الظروف وكل الكلام ده، لا طبعا انا معاك دي، بس الظروف حتى لو ليها عامل بسيط ولو 10%. انا شايف ان ده كلام غلط من وجهه خبرتي ومن وجهه علمي، ان ده كلام غلط. مفيش حاجه اسمها كده. اشتغل وخليك جد في شغلك، بس في نفس الوقت ما تنساش حياتك الشخصيه، ما تنساش عائلتك، ما تلزمش نفسك بحاجات معينه في الوقت، لان في اوقات بيبقى الشغل زنقه وساعات ان انت بتشتغل على نفسك والحاجات دي كلها، وفي حاجات لا عادي ممكن اروح بدري مفيش مشكله. رايي ان هو مش بيخاطب كل الناس، او الناس بتاخد الكلام بشكل يعني الكلمه ذات نفسها قوي، مش بتقيفوا عليها. لا، مش شايف ان في اي حاجه قالها غلط بصراحه. والراجل ده اتكلم عن حاجات كتير قوي، فاحنا ماسكين بوينت معينه بس بنتكلم فيها دلوقتي، بس هو بصراحه ما غلطش في اي حاجه بيتكلم فيها. لو هو عنده 20 سنه عمل الكلام ده، كان بيشتغل 11 12 ساعه وبينزل الجيم ومش عارف ايه، ويروح يقابل صحابه. هو اليوم فيه قد ايه اصلا؟